استاذه نجلاء، شرف كبير وجودك من عيله ارت هاوس. عايزه اعرف البروسيس بتاعتك مشيت ازاي من ساعه ما جدنا الاوبننج بتاع الساحل لحد ما استلمتي الاوردر بتاعك. بصي، هي رحله كانت حلوه، انا بحب الساحل وانبسطت بفرع الساحل جدا لما قالوا لي، علشان كلنا لما بنيجي نفرش الساحل بنيجي نشتري من القاهره وبنقعد ننقل الحاجات، فكان بالنسبه لنا اسهل ان انت تشتري الحاجات من هناك. تاني حاجه ان انا مودرن جدا، يعني انا بيتي اصلا كله مودرن، نوعا ما ماليش في الستيل، بحب اشوفه بس مش شخصيتي. فلقيت الكولكشن المودرن عنده حلو قوي وكتير، يعني الفرايتي كتير تقدري تختاري، وبالذات السفرات عنده مرعبه، الانترهات حلوه جدا، الترابيزات حلوه جدا، لوحات، اضاءه، انت بتفرشي البيت كله من مكان واحد، مش مضطره انك تقعدي تتنقلي من مكان لمكان عشان تلاقي قطع ماشيه مع بعض. الميزه بقى اللي عجبتني قوي هي خفه الوزن. انا ما بحبش العفش التقيل، يعني هو الخشب بتاعه حلو جدا، بس في نفس الوقت تقدري تحركيه، مش تبصي لنفسك في مصيبه عندك في البيت وزنها تقيل مش عارفه تتعاملي معاه. تحبي ترشحي ناس تانية الارت هاوس، او تحبي تنصحي الناس لسه بتفرش او عايزه تجدد بيتها بايه؟ لا، انا رشح ارت هاوس للناس كلها. فارت هاوس باسعاره الحلوه، باذواقه، بالوانه، حتى مش بس الالوان، الحاجات المعروضه، اختاري قماش تاني موجود عندهم من قماش، مش هتضطري تروحي تشتري قماش من بره، ففي كل حاجة في مكان واحد، فدي بالنسبة لي ممتعة، عشان كده برشحه لكل الناس وخصوصا كمان الشباب.